مش هقدر، عندي محاضرة دلوقتي. خسارة فعلا ان مفيش حاجة بتبقى على حالها، الحياة ساعات بتفرق الصحاب. تعرفوا ليه المرافق الرقمي بيختار طفل معين دونا عن الباقي؟ ما تعرفوش. نضجه هو المحفز الأساسي للمرافق الرقمي. كل ما تقدمنا في العمر الرابط بين المرافق وشريكه بيختفي للأبد. يعني ده معناه إننا لازم نودع المرافقين بتوعنا بمجرد ما نكبر؟ دي وحش رقم جديد بيسرق وعي أبطال الديجيمون. أقف مكانك، لو خليته يتطور دلوقتي الفراق ما بينكو هيبقى أسرع. متأكد من اللي بتعمله؟ ده هيخلي الفراق ما بيننا يبقى أسرع. يلا نوريها هنعمل ايه، لازم ننقذهم كلهم. مستعدين يا شباب؟ ايوه. في حاجات متقدرالنا ومش هنعرف نغيرها، بس ايه يعني؟ هو ده قانون الحياة، جه وقت التطور، التطور الاخير لينا. مغامرة الديجيمون، التطور الأخير كيزونا. عارف يا أمجد، أنت كبرت قوي.